عم يقول إنه بيعرف بقصة التار. شو قصده يعني؟ مين كان هاد؟ لك هذا نهاد؟ الراعي اللي كان بالضيعة؟ والله غريبة. هلأ فهمت، هاد كان لما سليمان قتل ابنه لقال بيشو. الظاهر بيعرف شي مهم، كان بده يقلي عليه. تفضلي بنتي تفضلي. عم عزبك معي خالتي؟ بشو عم بتعزبيني بنتي؟ أهلا وسهلا فيكي، فوتي يلا. هذا هو ابنك خالتي؟ نعم، هذا ابني مراد. ليش شو القصة؟ ليكون اللي بيطلع على الجبل ميت يا بنتي. ابني طيب، كان عاقل، تعبت عليه وخليته يدرس ويتعلم، كان كتير منيح، كنا مبسوطين أنا وهو. بس ما بعرف مين لعب بعقله وأقنعه يطلع على الجبل. أخذوا ابني من بيتي ولاد الحرام، بعدوا عني، صار واحد من التنظيم. المعلم زيدان بده اياك. السلام عليكم. ولك عم بحكي معه. عم اقول لك المعلم زيدان بده اياك. يلا قوم. بدنا ننتشر بحيث نحاوطهم من كل النواحي. كثير منيح. بهالطريقه رح نربح عليهم باقل الخسائر. برافو زيدان. مراد صار هون معلم زيدان. ايوه. قرب لعندي لهون يا بطل. قرب لشوف. سمعت انك من ضيعة قرلي. مزبوط. حلو، كنت الامام هنيك صح؟ لعم شو غبي، من قبل كنت عم تغسل عقول العالم، هلا صرت عم تغسل اواعي. لا بقتلك هالشغله كتير. اسمعني منيح ولك، في واحد بضيعتكم اسمه محمد. ايه عرفته. هلا هو مترشح للمختره، بس التنظيم ما بدهن ياي يصير مختار. بتروح على قرلي بتخلي محمد يتنازل عن الترشيح. ما بتوقع يسمع مني. بيسمع، اكيد بيسمع، انا بعرف انت امام الضيعة والكل بيسمع منك. يلا روح ونفذ المهمة. يلا روح لشوف، انتبه منيح ولك. انتبه اذا غلطت بهالشغلة اعتبر امك ماتت، فهمت علي؟ يلا روح روح لشوف. يلا بسرعة. يلا روح بسرعة. يلا لا تتأخر. يلا تعا تعا لشوف، تعا تعا لعندي لقلك. تعا اسمع منيح، بدك تروح وراه تتأكد إذا رح ينفذ المهمة ولا لا. إذا محمد ما وافق يتنازل عن المخترة أو صو خلص منه. أمرك معلم زيدان. يلا لشوف. برافو عليك. أخ يا زيدان خاف مانك قليل، صرت خاف طبعا منك. بدك تخاف. إن شاء الله تكون رجعت. خالتي خالتي شكران خالتي. خير يا محمد؟ شوفي يمكن حمي طلع مع مرتي. شو عم بتقول؟ وقد صار لها على هالحالة محمد؟ يعني هي ما صار لها كثير، رح صير ابي يا خالتي، رح يجيني ولد، حتى الاسم مجهزه، رح سميه على اسم ابي حسان. وشو عرفك انه رح يكون ولد؟ بجوز تكون بنت. لا ولو ان شاء الله رح يكون ولد. يلا استناني. ايه انا يلي بستنى. تقوم بالسلامة. الله يسلمك اختي.
لا تواخذيني اختي، ما عرفتك مين انتي. الظاهر مانك من الضيعة. نرمين من ضيعة سارسو. تعي روحي معي بنتي، تعي بسرعة خالتي بسرعة. المرة رح تولد خالتي، حسان رح يولد ونفرح فيه. يلا وين رايح معنا؟ روح استنانا بالقهوة. يلا يا أمري خالتي أمريك. بخاطرك. وينك صهري؟ صار لي ساعة عم ناديلك. وينك؟ تعال بدي اياك. حميد ما قدرت تعمل شيء، حسان هرب قدام عيونك. لا واخذ بنتك معه، وانت ما عم تعمل شيء غير الفرجة. حاجتني علي يا اخي، ماني رايق لك. بكفي بقى. شو هالصوت اللي جوا؟ لا تهتم، ما في شيء ما في شيء، خلاص يمكن الغنمات جوا. خلينا عم نحكي بالمهم، لازم تلحقن قبل ما يبعدوا عن الضيعة، لازم تلاقيهم وتقتل حسان. يا أخي والله أنا ما بدي هالشي يصير. عم تحكي معي وكأني أنا بطلت أكله. شو هالعلقة معك؟ الله يعيني على عقلك. استنى شوي لا تسبقني. إيه بدي أسبقك. حميد أغا. حميد وقف. أهلين مرتاح، بعدين بنحكي، مالي فاضي لك هلا. يا زلمة وقف لك شوي، لا تركدني وراك، والله مالي حيل. حميد أغا، تنظيم بده إياك. شو بدهن؟ ما بعرف، بس بدهن يحكوا معك. اسمع مختار، أنا ما بتعامل مع التنظيم أبدا. هدي لك حميد، قالوا الموضوع إنه مهم، ليكن ناطرينك. روح شوف شو بدهن. ماشي ماشي. خير، شو بدكن؟ المعلم زيدان بده يسلمك صهرك وبنتك، تعا معي. صهر بنتي كمان؟ ايه نعم. شو ما بدك تاخد بتارك منه؟ يلا خلينا نمشي بسرعة، المعلم ناطرنا. يلا لحقك لحقك. ولك روم هرت ورقتك يا دكتور، راحت عليك. ما شاء الله مثل القمر. خزيت العين حلو كتير مو هيك؟ معقول يصير عندي ولد مثله؟ وليش لحتى ما يصير؟ لساتك صبية وصحتك منيحة كتير. اتع تع تع. أنا رايح أخبر محمد مشان يفرح. ماشي خالتي. يا عمري ولدت الخالة مو هيك؟ روحوا خبروا محمد باللي رح قلكن عليه، خذوا البشارة وقولوا حسان إجا. يلا بسرعة، حسان إجا بسرعة. يلا بدنا نقول لمحمد إنه ولدت مرته. يلا يلا أسرع. حسان إجا. تفضل. زينب لازم نلاقي لنا شي حل ونهرب. طارق الأحسن هلأ إنك تدبر حالك وتهرب. روح اهرب لحالك طارق. ما فيني أتركك وأهرب. طارق لا بقى تفكر فيني، فكر بحالك. روح قبل ما يوصل أبي. اشربي اشربي اشربي. بدنا نحكي معك شوي أخي محمد. مراد قليلة، شوف أنت شو عم تعمل مع هالخوانة. ما رح طول عليك، التنظيم بده تنسحب من الانتخابات، فهمت علي؟ ليش؟ شو السبب؟ لا تسألني أخي، أنا ما بعرف أبداً، هيك قالوا لي وعم خبرك. لا تؤاخذني بهالكلمة، يعني أنا ما لي علاقة لا بالتنظيم ولا بغيره. محمد اسمع من أخوك، لا تيبس راسك، مالك بهالمشاكل، رح يتلوك فوراً. اسمع مراد، أنت بتعرف قديش بحبك، بس أنا ما بشتغل مع التنظيم وماني خايف منهم أبداً، فهمت علي؟ هلأ بدك تسمح لي،
صرت أب، بدي روح شوف حسان. محمد خالتي، خالتي صحيح مثل ما قالوا لي؟ اي نعم، صار عندك ولد، الله يحمي لك يا. الله يخلي لنا اياك يا خالتي. تعال معي لشوف يا خاين. لك ترد الرجال، وين اخذ السلامة؟ ولك اترك هيك، حرك حرك يلا. ولك اترك الرجال بحاله. لا تتدخل، رعد واقف شوي. لك لا تتدخل، اتركني بقى. عمل لك لا تتدخل، بدك تعرض تنظيم مو هيك؟ ولك مين مفكر حالك؟ احكي مين؟ بمين شادد ظهرك؟ احكي لشوف. ابني مراد عمل لك شي شغلي رح يقتل الرجال. رعد خلصنا، ما اتفقنا هيك. ولك عن اي اتفاق عم تحكي؟ اه كل اللي بيعارض تنظيم لازم يموت. بوز ايدك، لسه ما شفت ابني. امشي بقى يلا، امشي خلصني، يلا امشي بقى، امشي. الله لا يوفقكم يا كلاب يا خواني. ليش لحتى تقتلوا؟ شو عمل معكم؟ خالتي بدي شوف ابني حسان. خالتي بدر ما جيب الولد، الله يرضى عليك. خلوني اتهنى بابني. راح نشوف ابنك، راح تشوفه. قلو جمام خزان حسان ابني، راح تكبر بدون اب. محمد الله يتقبلكم، الله لا يسامحكم، الله ياخذكم يا صلاح يا خواني. قتلت الزلمة. ولك تعال، ولك شو عملت انت؟ ليش قتلتوا للزلمة يا رعد؟ على اساس بدنا نحكي معه، مو قلت التنظيم ما بيقتل؟ شو ذنبه اخي محمد؟ شو عرفني؟ هيك بده زيدان؟ فهمت؟ شو قلتوا؟ ما فيكم ضمير ابدا؟ الرجال لسه ما لحق يفرح بابنه. امشي هلا وبلع لك يلا. لا ما بقى يمشي الحال. هروب، تخبى، شرطة على الطريق.
قم لانبطحوا. سيدي الظاهر ما كانت قملة. روح تأكد بس انتبه. أمنوا له تغطية. في حدا كتب لنا هالرسالة. كاتبين عدد الإرهابيين اللي بالتنظيم وكمان وين عم يخيموا. طارق لازم تهرب فورا قبل ما يجي أبي. خلاص لا تفكر فيني، أنا راحت علي. بس أنت لسه في قدامك حياة طويلة. زينب لو سمحتي. يمكن هلأ أنا وصلت لآخر الطريق، بس أنت لازم تكمل طريقك طارق. واقف عندك، قول كلمة السر ولا تتحرك. النساء دائما لحرية الأوطان. هي أنا سحر، شو ما عرفتني؟ أنا عرفتك بس هيك الأوامر. من هلأ الكل بده ينسأل عن كلمة السر، احتياطات أمنية. طيب ماشي فهمت. تحرك. فضل. ماشي. ايه حلو كتير، برافو عليك، خلصنا منه. هذا واحد منافق ومحتال، هيك بدي. أنا بدي روح أقرأ شوي. كل اللي بيعارض أوامر التنظيم رح ياخد نصيبه فورا. برافو رعد. معلم زيدان وصل السحر. تفضل حميد، صلي من زمان وانا عم بستنى هاللحظة هاي. شرفت حميد آغا، اهلا وسهلا. اهلا فيك زيدان. حميد آغا، بنتك وصهرك صاروا موجودين عندي هون. هذا مو صهري، هذا عدوي. هلا بدك تقتلهم هون ورح تدفنهم هون، فرجيني حالك. تعرف انه لو كنت انا محلك كنت قطعته ووزعت لحمه كمان. الشرطة هون بسرعة يا رجال، كل واحد محله. يلا شوف بسرعة. هن نكتار وما لحنا ولا حركة، الكل يستسلم. انتبه انت مكسوف دي مالك. اطلبه لك القطعة السريعة. يلا 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 انتبه انت مكشوف، تحرك يلا. صوري صوري صوري. انت ركزوني ركزون. ركزي ركزي ركزي. حاول تجي لعندي، حاول تجي لعندي. ليش ما حدا خبرنا انه جايين؟ الظاهر لغوا الاتفاقية بيناتنا. اكيد في حدا مخبرهم عن محلنا. لا تحرك ولا حركة. افتحوا النار أكثر بسرعة. استسلموا، ما فيكم تهربوا. ما حدا رح يقرب على اللي بيسلم حاله. وقف ولاد، وين رايح؟ ارجع لمحلك. حصرونا تمام زيدان. خلي البنت معي، رح اخذ دكتور ونهرب. ملي ضهري سحر. ماشي. سحر 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 مصابة. ولك تعا بسرعة. سحر سحر شدي حالك. سحر شدي حالك، تعا ساعدني بسرعة. سحر اسحبها معي.
سحر سحر شو في حالك؟ خذوا روح من هون يلا انا راح اغطيكم يلا بسرعه يلا بسرعه على مهلك يا نبي يلا 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 بسرعه خذوا اللي معكم يلا الكل يسلم حاله ما في امل بالهرب عم الجرح نافوا على اللي بيسلم حاله صدقوني انتم محاصرين تماما يلا بسرعة يلا الله يخلص هالقصة على خير بدي شوفك يا طارق وقف ارمي سلاحك والله أنا مالي من التنظيم أنا واحد مع الوطن والبلد الله وكيله زين على الأرض حاضر سيدي حاضر والله أنا مو من التنظيم أنا مالي علاقة بكل هالقصص بسرعة يلا بسرعة بسرعة يلا 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 يا شباب أوام أوام يلا اطلع أنت وياها خلصونا شفتوا ليكوا قدامكم هاي هي آخرة الخوري يلا يلا تحركوا بسرعة شوي يلا خلونا نتحرك بسرعة من الواضح انه التنظيم حاليا ما عم يقدر يسيطر على الاوضاع بهالكام يوم ابدا بصراحة نحن عم نشتغل بكل طاقتنا بس صبروا علينا شوي هيك برأيك عمر آغا اهل المنطقة صارت توجهاتهم واضحة مشان هيك لازم نغير استراتيجيتنا بهالفترة بدي منكن تخلصوا على كل رجال الوطنيين واللي عم يخدموا بالبلد واللي عم يوقفوا ضدنا وبأسرع وقت ممكن وهي قائمة بأسماء اللي بدكن تقضوا عليهم فوراً طيب يعني دكتور طارق والأنسة زينب موجودين معهم؟ حتى اسم القائم مقام موجود هدول الأشخاص عم يساعدوا أهالي الضيعة باسم الحكومة هالشي بيحسن العلاقة بين الشعب والحكومة اسمع عمر أغا اسمع الدكتور طارق والأنسة زينب والقائم مقام لازم يموتوا لازم يتغيروا ونجيب موظفين يكونوا تابعين لنا حتى نقدر نسيطر على هالمشكلة إذا ما قدرنا نخلص من هالناس بأسرع وقت الشعب رح يبتعد عنكم أكتر وأكتر يا عمر معك حق سيدي بس حاسس إنه نهايتنا قربت حسب الاتفاق القديم ما كنتوا تسمحوا للشرطة يفوتوا على المنطقة بس اللي شايفوا إنه الشرطة معبية الدنيا هون بعرف عمر آغا بعرف هلأ نحن عم نمر بأزمة لأنه رجالنا اللي بالحكومة ما عم يسمعوا لنا وما عم يعملوا اللي عم نطلبه انسى كل شي مكتوب هون ليش كل هالأسئلة اللي ما لها طعمها يا العمى استغفر الله ما فيهم إلا ما ينزعوا لي نهاري السلام عليكم يا مختار وعليكم السلام القائم مقام أهلا وسهلا شرفتوا سيدنا تاج راسنا أهلين مختار أهلين لا تواخذونا بشان الله والله ما لنا خبر إنكم جايين لو كنا بنعرف كنا لا يعني لا تأكل هم ما في مشكلة أنا بحب إجي هيك فجأة إيه ليش واقفوا سيدنا تفضل لا لا ما بتقعد جاي مشان المدرسة المدرسة أيوة المدرسة شبال المدرسة المدرسة جاهزة منيح خلينا نروح عليها ايه لكن منروح دغري دغري ليش حتى ما نروح تفضلوا مولانا هلا وقت جيتك برافو يا اولاد برافو يا اختي لحد يتحرك برافو عليكم عملوا مثل ما اتفقنا برافو يلا هلا برافو هيك كثير منيح وقفوا بالترتيب منيح صار عنا مدرسة جديدة وقفوا منيح صفوا ربعت صفوا ربعت يلا 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 القائمة كان جاي وحلوة بدي نظام ماشي بدي يوصل تصفيق كل السماء مثل ما اتفقنا حاضر اسمعوا يا اولاد عم يقول انه جاي لحد اول ما بيوصل ماشي يلا ماشي اتفقنا عمار شو عم تعمل عبده المدرسه جهزت واليوم جاي القائم مقام لحتى يفتتحها ليكو عبده شو فرق قلت لي القائم مقام جاي اي نعم القائم مقام رح يجي هلا القائم مقام جاي مش هالراعي مثلك عجيب يقول ما تاخر القائم مقام امتى بده وصل القائم مقام وصل القائم مقام الحمد لله عمو وصل والله وصل
عن جد وصل وصل. يلا صفوا بسرعه يا اولاد، صفوا صفوا مثل ما قلتلكم مثل ما قلتلكم. يلا وهم يلا هي هي سيدنا. يلا يلا مثل ما كنتم شايفين. وصل. يعطيك العافيه. شكرا شكرا شكرا. مرحبا مرحبا. يا هلا اهلين اهلين. مرحبا. يلا خلي هالولاد يتعلموا. اهلين. هذا هو عبده. مرحبا. اوه شكرا. اهلا وسهلا حضره القائم مقام. شرفت. شرف شرف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا وين التسبيح؟ زعفوا زعفوا. يلا بكلميت. اهلا نورت. منيح منيح. اهلا اهلا اهلا. وهي خدامك عبده. انت الراعي عبده مو هيك؟ الكل حكالي عن الشيء اللي عملته انت كرمال المدرسه. هذا واجبنا سيدي، هذا واجبنا. لك قال خلصت المدرسه لحالك. والله عفوا سيدي منك. معقول هالشيء؟ انا كنت ساعده دائما مو هيك لك عبدو؟ انت وياه هاتوا هالصناديق حطوهن هون. عندك عندك. ايه حطوهن هون. ايه تمام تمام. شو في بهالصناديق؟ ايه هدول شويه اغراض طلبتهم الانسه زينب للمدرسه. الله يكثر خيرك يا سيدنا. مرحبا، أنا الأنسة حنان بنت المختار. أوه ما شاء الله ما شاء الله. أنا كمان كتير تعبت مع عبدو بالمدرسة. يعطيك العافية يا حنان. شكرا شكرا. عبدو تع مسيك، من حقك تفتتح المدرسة. يلا. بس ما بيصير. بيصير بيصير يعني يا سيدي. يلا عبدو. يلا لشوف. يلا يلا عليك يا عبدو. افتتحها. صحيح قولولي وين الأنسة زينب؟ والدكتور طارق مو شايفه هون، وينهن؟ هالعمى الجو بارد رح يتجمدوا إيدي. يلا يلا الحقوني بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. يلا يلا يا رجال تحركوا. المعلم زيدان صار هون. تعوا بسرعة معنا مصابين. يلا ساعدونا بسرعة. الظاهر متعرضين لهجوم. روح خبر الدكتور بسرعة انه معنا مصابين. يمكن هجموا عليهم الشباب. سحر شباب. سحر سحر. يلا يا رجال تحركوا. خبر الدكتورة فورا لانه الدكتور. يلا بسرعة. يلا يلا لشوف. بسرعة عم بقول لك. بسرعة شوي بسرعة. امرك معلم امرك. هدول اسرى حطوهم بشي محل. يلا لشوف. زينب وين اخذيني؟ يلا تحركوا. يلا راقبوا لي هون كتير منيح. ها يلا كل واحد يرجع لمحله. يلا اسمعوني منيح، انتو خليكن هون لا تتحركوا. امرك معلم. يلا كل واحد يرجع على شغله. منطقة مأمنة. لا تاكل هم. تمام اللي شو صار معك؟ هجموا علينا فجأة. يلا يا رجال يلا. وكيف عرفوا بمحلكن؟ في بيناتنا جواسيس. يلا كل واحد على محله. قال في معكن مصابين. اي مزبوط ياسمين هن جوا. استعجلوا. خسرنا رجال كتير، حتى سحر انصابت. هذا اكتر شيء قهرني عن جد. ما بتستاهل، زعلت عليها. ما فهمنا كيف هيك صار. خلقت الشرطة قدامنا فجأة. سحر سحر. زيدان زيدان. سحر فتحي عيونك. سحر سحر سحر. شو واقفة عم تعملي؟ طلعي الرصاصة. ما بقدر، الرصاصة بمكان خطير. في حال أي غلطة البنت رح تموت. إيش أنت دكتورة ولا شو؟ أنا دكتورة وبس، وهي الحالة بيلزمها جراح. خلص زينب اهدي شوي. طلعي فيني. شو بكي؟ ما بقى فيني اتحمل طارق. اه يا سحر انت افتح لي الباب. يلا بسرعه بعد هيك خلصني.
تعال يا دكتور تعال معي شوي. اترك طارق اترك. عادي انت محلك. اوعك تلمسها. لك ولك دكتور كنت قوصتك براسك بس محتاجك. سحر مخوطرة لازم تعالجها. زينب لا تاكلي هم. منيح امشي قدامي يلا بسرعة على شوف. امشي اسرع شوي يلا شوف شو بدك تساوي يلا. خلي الكل يطلعوا لبرا. يلا طلعوا لبرا يلا يلا بسرعة يلا طلعوا. زيدان انت كمان اطلع. دكتور زيدان لازم تطلع. اذا بيصير اي شيء لسحار. شو نسيت انه انا عالجتك من زمان؟ سحار خلينا نبلش العملية. سلمى طارق سلمى انت شو عم تسوي هون؟ توفت امي ماتت من غلطة الدكتور. انت بتعرفني انا من الاصل كرهان الوضع لهيك اجيت. بس انت شو عم تساوي هون؟ قصة طويلة كتير بعدين بحكي لك اياها. انا ما عاد اسمي سلمى اسمي ياسمين. اجيت لهون مشان شعبي. وانت ليش جاي؟ شو عم تساوي هون؟ رشاد آغا رشاد آغا. شوفي يا حنان الشرطة ماسكين عمي حميد ومفكرينه من التنظيم. شو هالحكي؟ الشرطة على الطريق مختار ماسكينه لحميد آغا معهم. شو هالحكي ولا؟ شو بدهم بحميد آغا؟ شو القصة؟ شو صاير حبيبي؟ شفت اللي صار فيه يا أخي؟ حميد آغا زلمة منيح وصاب الله. سيدي هذا مو مع التنظيم هذا بيكون أخي. بس يا آغا نحن شفناه بالمعسكر وكان معه سلاح لهيك كمشنا ما فينا نتركه قبل ما نحقق معه. يا سيدي والله أنا من التنظيم أنا الضيعة كلها بتعرفني سألوني الكل بيعرفني أنا بحب هالبلد بحب الحكومة ورجال الشرطة صح ولا لا يا أخي؟ إن شاء الله. أنا آسف بس مضطر طبق القوانين لا تأخذوني. يلا أمشوا يا شباب. أخي أحكي لك شي كلمة. راحت علي المسك. أعمل لك شي شغلة الله يخليك. لك أنا شو بيطلع بيدي يا عبيد ما بقدر أعمل شي كم شيله لأخوك بنص المعسكر. إذا دافعت عنه والله بياخذوني بداله. أنا تعال معي خلينا نفكر شو بدنا نساوي. خلص كل واحد على شغله. خلصونا بقى الحمد لله راح معناتها لساته حسن بخير. ايه ماشيين فهمنا. يعني بالآخر تزوجت بنت عدوك مو هيك؟ لغيت كل العادات القديمة. اي نعم كنا هربانين أنا ومرتي فأجا زيدان وكمشنا وهذا اللي جابني لهون. بفهم منك كان رح يسلمك لزيدان؟ ايه عمي حميد رح يقتلني. ليش ما صحيت؟ شو صار؟ لا تاكل هم زيدان رح ترجع لصحتها. منيح دكتور منيح. يلا خلينا هلا نرجع على الضيعة. حميد آغا عم بيستنانا. ودي آخر لحظاتك لشوف زيدان. انسى هالشغلة كلها تركني اهرب. زينب تعبانة كتير ولازم ابقى جنبها. إذا تركتها رح تنهار. كان بيودي بس ما بقدر يا دكتور. رح أخدك على الضيعة. ها لا تعب حالك
عزرائيل صار بده اياك، هلكته وانت عم تهرب منه. يلا زيدان، ما فيك تاخد الدكتور هيك، لازم يبقى هون. ليش بده يضل؟ العملية كانت صعبة كتير، لازم يبقى ليراقب الوضع هالكم ساعة. ما بتعرف شو ممكن يصير بجرح سحر، يعني باختصار هلأ وجوده مهم. طيب ماشي. زيدان، الزعماء رجعوا، قالوا إنه ناطرينك بالمركز. خلاص فهمت، جاي. سلمى، لازم تساعدينا حتى نهرب. سلمى، بترجاكي، ما لي غيرك بهالوقت. سودت وشنا قدام الكبار. سيدي، الشرطة هجمتنا فجأة، ما بعرف كيف قدروا يحددوا مكاننا. أنا متأكد إنه كان في جواسيس بيناتنا، بس رح أعرف مين هنن، أكيد رح لاقيهن. ومو بس هيك، رح أنتقم من الشرطة. ما في داعي تطول وتقصر كل هالقد زيدان. أنت خليك عم تدور على الضياع مشان الانتخابات، هاي الشغلة على قدك. أمرك زيدي، يلي بتشوفه. شاهين، خد رجالك وساعدوا زيدان. اللي بتأمره سيدي. يلا شوفوا شغلكم. تحت أمرك سيدي. زيدان، مرني سيدي. هاي المهمة الجديدة، بدك تخلص على هدول الأسماء بسرعة. ماشي. القائم مقام باللائحة، حتى الأنسة زينب والدكتور كمان. اي نعم، الأوامر اجت انه نخلص عليهم. الأنسة والدكتور اعتبرهم ماتوا سيدي.